برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان Technology of Prosthetic Dentistry ده برنامج تخصصي يؤهل الخريجين للعمل بمعامل تصنيع الأسنان، وكمان بيدرس للطالب العلوم الأساسية والعلوم المتخصصة، وبيركز على اكتساب المهارات العملية وإتقان استخدام الأجهزة والمعدات اللي بتخلي الطالب يقدر يشغل الأجهزة ويعملها صيانة ويقدر يتعامل مع الأعطال بتاعتها. وكمان هو بيتعلم إزاي يعمل تصوير لأشعة طب الأسنان، وبيعرف أدوات طب الأسنان عشان ممكن يشتغل مساعد لطبيب الأسنان في العيادة، وكمان يقدر يعمل برامج توعية لمرضى طب الأسنان بأهمية صحة الفم والأسنان. وكمان بيعمل حاجة مميزة جدا اللي هي استعادات الوجه والفكين. استعادات الوجه والفكين اللي هو ممكن مريض بسبب حادث أو بسبب إزالة ورم خبيث أو حروق شديدة يفقد عين، يفقد المناخير بتاعته، يفقد الودن. الطالب ممكن يقدر يصنع الأجزاء المفقودة دي من مادة السيليكون بنفس لون الجلد بتاع البيشنت أو العيان، فيقدر يرجعه لحياته الطبيعية ويقدر يخليه نفسيا حتى يرجع لحالته الطبيعية. نظام الدراسة هو نظام الساعات المعتمدة، وعدد الساعات المعتمدة في البرنامج 130 ساعة معتمدة، ولغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، وعدد الفصول الدراسية 8 فصول دراسية، لكن ممكن الطالب يكثف الدراسة ويسجل في الفصل الدراسي الصيفي، أو أنه هو يحصل على معدل تراكمي عالي يسمح له بتسجيل عدد أكبر من المقررات. يعني مثلا بدل ما يسجل 14 ساعة أو 18 ساعة في كل فصل دراسي، لا ممكن يسجل 21 ساعة فيقدر يخلص بعد 7 فصول دراسية بس. من مميزات البرنامج إنه بيضم مقررات تؤهله لعدة تخصصات، إنه ممكن يتخصص تركيب أسنان، في الحالة دي يقدر يعمل التركيبات الثابتة، يعمل المتحركة الثابتة، في منها المعدن، في منها البورسلين، الزيركونيوم، يقدر يعمل التركيبات المصاحبة لزرعات الأسنان، يقدر يعمل التركيبات الخاصة بتقويم الأسنان، أو إنه يشتغل مساعد طبيب في العيادة له اسمه دينتال أسيستنت، وده بيعرف بقى كل أدوات طب الأسنان ويقدر إزاي يعقمها وإزاي يساعد طبيب الأسنان في العيادة، أو إن هو يقدر يعمل برنامج توعوي للمرضى بتوع طب الأسنان، أو إن هو يتخصص في مجال أشعة طب الأسنان. فمواصفات الخريج بتاعتنا إن هو بيكون قادر على استخدام الأدوات والمواد اللازمة لتصنيع مختلف الاستعدادات السنية، وخصوصاً الوجه والفكين. يقدر يصور جميع أنواع الأشعة، الفم والوجه برضو، اللي هم الأشعة الصغيرة والبانوراما والثلاثية الأبعاد. يقدر يساعد الدكتور في عيادته، يقدر يقوم بتصميم برامج توعوية، وعنده فرص عمل كتير. إن هو أهم حاجة إنه يقدر ينشئ معمل تركيبات أسنان خاص باسمه، عنده الصلاحية إنه يرخص معمل للتركيبات باسمه، أو إنه عنده فرصة كبيرة قوي دلوقتي إنه يشتغل بمعامل وعيادات كلية طب أسنان جامعة الجلالة، أو معامل وعيادات كلية طب الأسنان بالجامعات المختلفة الحكومية والأهلية والخاصة، أو معامل أقسام طب الأسنان في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية أو الخاصة. وكمان يقدر إن هو يبقى ليه اشتراك في النقابة، هو أول ما بيتخرج بيبقى عنده نقابة اسمها نقابة التكنولوجيين. يقدر يحضر ماجستير ودكتوراه لأن هو حاصل على بكالوريوس، وكمان المسمى الوظيفي بتاعه هو أخصائي تكنولوجي تصنيع الأسنان. منتظركم في جامعة الجلالة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.